السلام عليكم ورحمة الله. اليوم إن شاء الله باش نحكوا على شنو باش نعملوا الفورماسيون هذه اللي حكيت لكم عليها. الفورماسيون هي كما قلت لكم فورماسيون غراتوي مجانية. باش نحكوا فيها على مجموعة من لونجاج، ثم متاع الفرونت، ثم متاع الباك باكاند. بهي قبل كل شيء عملت الباج هذه اللي هي سميتها اللي هي متاعها هذا www.facebook.com/ علاش لا علاش لا. هذه سميتها كيكا لأنه برشا عبيد نحب نوصل لهم أني البروغراماسيون ماشي صعيبة، علاش لا ما تتعلمش بروغراماسيون، فهمتني؟ بي هذه الباج باش نهبط فيها كل شيء، يعني الخاص بالدورة هذه إن شاء الله باش تلقوا فيها، يعني وقتاش بعد العيد إن شاء الله باش نبدأ في الفورماسيون. شنو باش نعملوا في الفورماسيون هذه؟ مبدئيا باش نحكو على ال HTML، هذا لونجاج مش دو بروغراماسيون، هذا لونجاج متاع ديزاين، متاع تصميم فرونت اند. دونك باش نحكو فيه برشا حوايج، جيست لي باز خاصة باش الواحد يعرف يعمل تصميم مزيان للباج HTML متاعو. بالطبيعة هذه باش نحكو على كيفاش تصنع ويب سايت دو زيرو، من الزيرو من الاول يعني، و واحدة واحدة ان شاء الله نعمل السيت ويب متاعنا الاولاني. ثاني حاجة باش نحكو زادا في الفورماسيون هذه على البوتستراب، باش نحكو لي باز باش نعطيكم الباز ان شاء الله متاع البوتستراب، كيفاش تستعمل، كيفاش تنسيري حوايج خاصة بالبوتستراب في الباج متاعك. زادا باش نحكو على سي اس اس، البوتستراب و سي اس اس الكل خاص بالفرونت. زادا سي اس اس زادا حاجة متاع باش تحسن بها الباج اتش تي ام ال متاعك، اللي هي للواجهة متاعك باش تبدل الديزاين متاع الباج متاعك. كيف زادا باش نحكو شنو هو سي اس اس، كيفاش لي سانتكس، السانتاكس متاع سي اس اس، لي باز باش نحكو فيه، لي باز متاع سي اس اس، فهمتوني؟ يعني عن طريق الفورماسيون هذه، الدورة هذه إن شاء الله باش تولي تنجم تصنع سيت ويب وإلا أبليكاسيون ويب بسهولة إن شاء الله. وإن شاء الله زادة باش نحكو على ال PHP، PHP لهنا كيفاش باش كيف شنو هو البي اتش بي، شنو باش نحكو عليه، شنو لي باز نتاعو، لي سانتاكس، الشيء هذاك الكل واحدة واحدة. وان شاء الله ما نكملوا الفورماسيون كان كي تكون استفدتوا جماعة الكل، وتكون هذه فورماسيون بداية ليكم انكم تقدموا ان شاء الله على شيء. هذه باش نعطيكم لي باز، وبالطبيعة في اخر الفورماسيون هذه، في اخر الدورة هذه باش نعاونكم كيفاش تعملوا، يعني تلوجوا على دي بروجي من الانترنت حاضرين سورس، يعني اوبن سورس، وجيست انت تبدل فيه حسب اللي بزوان تاعك. واضح؟ يعني تولي تنجم تعمل دي سيت ويب كبار، جيست ما تبقاش تبروغرامي من الزيرو، تلوج في الانترنت وجيست تبدل اللي حاجتك بيه، تخلي اللي حاجتك بيه، تغير في الفرونت نتاعو حسب اللي بزوان نتاعك. هذه هي الفورماسيون يعني تقريبا المجمل نتاعها، شنو باش نحكي فيها. ان شاء الله ما تنسوش تعملوا لايك للباج هذه لا محالة. علاش عملتها؟ قلت لكم كيما قلت لكم باش عملتها خصيصا للفورماسيون هذه وللفورماسيونات الجايين ان شاء الله. نسيت باش نقول لكم انه الفورماسيون هذه باش نعطيها اون ليني بالطبيعه، نعاودها جراتوي مش مدفوعه. باش نعملوها اون ليني على، فما شكون اقترح علي على زوم، فما شكون على جوجل ميت، فما شكون على سكايب، برشا حوايج. الاختيار اللي لقيته احسن وافضل لينا الكل اللي هو ديسكور، اللي هو هذا، سامحوني.
اللي هو هذا اجمع الكل اللي عنده تليفون والا بي سي ينجم يهبطه، ينجم يهبط الديسكور، وان شاء الله انا بعث لكم الايام تاع السيرفر اللي صنعته، ونبدأ ان شاء الله بعد العيد. اللي عنده اي اقتراح واي حاجة يحب، ملاحظة ولا حاجة، مرحبا بيك، نقبلوا اي ملاحظة. وما تنسوش تو نهبط الساعة الفيديو هذا باش تلقوه على الشين يوتيوب اسمها فيرباك، اللي هي موجودة من قبل لما حالي كنت نقري فيها جماعة الباك والتروازيام والتوسكي انفورماتيك باز دوني بروغراماسيون. باهي باش نهبط الفيديو هذا على الشين هذيك باش ونعطيكم اللي ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا زادة سبسكرايب على الشين وبارتاجوا لي فيديو، وان شاء الله نستفادوا من بعضنا الكل. والسلام عليكم ورحمة الله.